هي للاسف انها حاجه من ضمن الحاجات الكتير اللي في ناس غير الرادولوجيست يعني بداوا يطمعوا فيها ويحاولوا يشتغلوها. في اراء كتير قوي بالنسبه للموضوع ده، يعني بالنسبه للموضوع ان يعني مين يشتغل ايه وكل واحد يشتغل ايه، لكن انا من رايي انا شخصيا ان الافيشنت حاجه هو اللي يشتغل، سواء بقى كان رادولوجيست مش رادولوجيست. والحل الوحيد عشان ان احنا تمنع او يعني تحافظ على شغلك او تحافظ على الحاجات اللي انت بتشتغلها ان تبقى افيشنت. لما يكون في رادولوجيست افيشنت ده هي الحل الوحيد اللي هتمنع الناس الثانيه انها تحاول تشتغل شغله يعني. طيب لما بنتكلم على اي موداليتي او اي اكزامينيشن او اي حاجه، لازم الاول نعرف التكنيك، نفهم ازاي نعمل الموضوع ده. اول حاجه التكنيك، ليه هعمل الفحص ده؟ يعني مش معقول ان انا هجيب نيونيت في حضانه واجيب دكتور واجيب جهاز سونار واعمل له، طب ليه اعمل؟ لازم يبقى في انديكيشن. في انديكيشن كتير، بس اهم اثنين اللي انا حاططهم الاثنين في الاول والاثنين الريد كلر، هم انا مش حاططهم بالترتيب ده. يعني ممكن عندي فعلا هيمرج الاول هيبص سيستمك انجري او العكس، هما الاثنين ايكولي امبورتنت، الاثنين من اهم الانديكيشنز للفحص ده. تقريبا 90 او اكثر من 90% من الحالات بتبقى معموله عشان تتكت حاجه من الاثنين دول انتو سبيكتين ديت. بيجي بعد كده انديكيشنز ثانيه للفحص لكن ليس امبورتنت، زي كونجنتال برين انوماليز، زي انتربرينر انفكشن، زي برين تيومرز. طيب امتى ان احنا نشك ان العيان عنده انترفيرنال هيموريدج او هيبورسيت سيستميك انجري فنبقى محتاجين نعمل له الفحص ده؟ في حاجات ريسك فاكتورز للتو انديكيشنز دول. لو ممكن يكون البري تيرم، اي بري تيرم يبقى ريسك فاكتور للهيموريدج اكثر من الهايبر سيستميك كانسر. تاني حاجه لو دخلت ليبر، لو العيان كان برولاند ليبر ودخل ممكن دخل في هيبورسيت سيستميك كانسر بسهوله يعني. طيب ماشي، دي الانديكيشن بتاعت الفحص. طيب طب ما في حاجات ثانيه موداليتيز ثانيه كتير ممكن تعمل ايمجنج للبرين بتاع اليونيت في الانديكيشن ديت، ممكن نعملها من غير ترانسبرين الترا ساوند. يعني طب ليه نعمل ترانسبرين الترا ساوند؟ ايه ميزه ترانسبرين الترا ساوند عن بقيه الموداليتيز، بقيه التكنيكس اللي بتعمل نفس الاكزامينشن نفس البارت بتاع البادي؟ اول حاجه ان هو سيف، انت بتتعامل مع most delicate human being neonate since day zero، من اول ما يتولد، يمكن حتى مش day zero، minute zero، يمكن اول هو ما اتولد ممكن تروح تبروك ترانسفير الترا ساوند تعمل له examination. يقول لي ايه الموديلات الثانيه اللي تقدر تبقى سيف بالدرجه؟ الاكس راي طبعا لا، سي تي لا، ام ار اي ماشي سيف ما فيهاش مشكله، لكن احنا اصلا يعني في مصر وحتى لو في القاهرة عشان تنقل يونيت اوريدي ديزيزد، اوريدي انت بتقول ان هو انت شايف ان عنده مشكلة، عشان تنقله من المستشفى او حتى لو جوه المستشفى توديه الام ار اي يونت جوه المستشفى وتدخله وتقعده حوالي اتليست مثلا 10 دقائق ربع ساعة جوه الماجنت بتاع ده، محتاجة ترتيبات جامدة عشان تعمل الفحص ده. لكن الالترا ساوند مش محتاج كل ده، انت اللي بتجيب الجهاز جنب الحضانه اللي فيها البيبي بتعمل له الفحص وهو موجود جوه الحضانه من غير اي انترابشن لحياته وللاينز اللي هم اوف تريتمنت اللي هم شغالين بيها، وهو التريتمنت اللي هو موصلين له المحاليل، هو موصلين له الفنتليتور، كل حاجه مش انتربت اي حاجه. تاني حاجه نوبل سايد قلنا السيريال ايمجنج، انت مثلا عايز هو عنده خلاص انت شخصت مثلا عنده انترفيرنال هيموريدج عايز تتابعه بيزيد بيقل، مش معقول بقى كل شويه هاخده واعمل له رنين، او مش معقول كل شويه هاخده اعمل له سكين، لكن كل يوم كل ساعه ممكن اعمل له سونار من غير ما يتضرر. ان اكسبنسيف ريلاتيف، طبعا لو حسبنا تكلفه السونار بالنسبه لتكلفه الام ار طبعا السونار ارخص بكتير. واخر نقطه ريلايبل، دي يعني حط تحتيها خطوط كتير، ريلايبل within good experienced hands. السونار دي ده عيبه، او يعني لازم عشان يبقى ريلايبل لازم يبقى اللي شغال ده انسان ريلايبل. طيب ايه الريكويرمنتس اللي انا محتاجها عشان اعمل ترانسكريبت الترا ساوند؟ عايز بورتابل
ماشين بورتبل الترا ساوند ماشين فيها كلر وبلس دوبلر، فيها سبيشال سوفت وير ديديكيتد لترانسكرين الترا ساوند. النقطه الثانيه احنا ممكن نتغاضى عنها شويه، في اماكن ما بتشتغلش الكلر وبلس دوبلر للبيبيز، لكن هي طبعا كل ما يكون امكانيات الجهاز احسن بتطلع الفحص احسن. ليه بورتبل؟ لان زي ما قلنا ان الجهاز بيتحرك، لازم يكون كابل ان هو يتحرك، يتحرك جوه المحضن من الحضانه ديت لديت، لان ممكن البيبي ما يقدرش حتى ان هو جوه المحضن تشيله من الحضانه بتاعته وتحطه في حته ثانيه، لازم انت اللي تروح للمحضن للحضانه. طيب ده الجهاز البروب بقى اللي انت بتستخدمه، اللي هو الستاندرد بروب اللي هو الكيرف لينير اري الفريكونسي من 5 ل 10 ميجا هرتز، ده شبه البروب بتاع الابدومين اللي احنا بنشتغل بيه الابدومين. لك ايه الفرق بينه وبين بروب الابدومين؟ الكونتاكت سيرفيس، بروب الابدومين قد كده يعني، البروب سيرفيس بتاعه كبير، لو جيت تحطه احنا بنشتغل عاده 90% من الشغل عن طريق الانتير فونتانيل، لو حطيت بروب الابدومين عن طريق الفونتانيل مش هتعرف يبقى كوابتد، لكن ده بيبقى الكونتاكت سيرفيس بتاعه صغير، بيسموه عشان كده فوت برنت او مايكرو كونفكس، اسمين لحاجه واحده، فوت برنت او مايكرو كونفكس. ليه كيرف لينير اري؟ ليه ميزه ان هو الكونتاكت سيرفيس صغير لكن الفيلد واسع، على عكس اللينير. اللينير انا لو جبت لينير بنفس الكونتاكت سيرفيس ده هيجيني فيلد ضيق، لكن ساعات بستخدم اللينير. ليه؟ خلوها لبعد كده شويه هوريكم ايه استخدام اللينير في الفحص ده، اللينير بروبلم. طيب خلاص انا عرفت انا امتى هعمل الفحص ده او ليه هعمل الفحص ده، ايه اللي انا محتاجه للفحص ده؟ ماشين وبروب. طيب هعمله ازاي؟ عن طريق ايه؟ انا عندي السكال، السكال بونز في الادل مش ممكن ان انا اعمل عن طريق الالترا ساوند، لان طبعا الامبيدنس بتاعها للالترا ساوند ويف عالي جدا مش هشوف اي حاجه. في النيونيت السكال بون لسه سين وممكن اشتغل عن طريقها، لكن الاحسن طبعا لما اشتغل عن طريق حته ما فيهاش بون. هل في حته ما فيهاش بون في الهيد بتاعت الفيتس؟ بتاعت النيونيت سوري. اهم واحد وهو المين اللي هو الانتير فونتانيل. ماشي، قلنا 90% من الشغل مش هنعمل انتير فونتانيل، ده المين بورت او المين ويندو اللي احنا بنشتغل عن طريقها. في ثلاثه تانيين بنسميهم سبلمنتري ويندوز. ايه هما؟ البوستيريو فونتانيل والماستويد والتمبرال ويندو. التمبرال دي المقصود ده في فونتانيل هنا، لكن التمبرال ويندو مفيش تمبرال فونتانيل، مش فونتانيل، لكن التمبرال بون السكويمس بات بتاع التمبرال بون في نيونيت بيبقى فيري سين. ممكن لو حطيت البروب دايركتلي على البون هشوف، وهنشوف صور معموله بالتمبرال ويندو من غير فونتانيل، بس عشان البون سين بقدر اشوف من خلالها. طيب ايه اللي خلاني، طب ما انا كفايه الانتير فونتانيل واشتغل من خلاله، ليه طلعوا الثلاثه التانيين؟ اول بس نشوف الميكانون ده الانتير فونتانيل اهو، وحاطين هنا البروب. السهم ده بيشاور على النوب بتاعت البروب. انت لما بتيجي تعمل اي الترا ساوند اكزامينشن بتبقى عايز تعرف انت بتعمل اكزيال يعني ترانسفيرس ولا رونال ولا ساجيتال، لازم تعرف النوب بتاع البروب فين. ادي الثلاثه سبلمنتري ويندوز، ده البوستيريور فونتانيل، ده التمبرال بيبقى فوق الاير بينا دايركتلي على سكويمس بارت بتاع التمبرال بون، وده الماستويد فونتانيل بيبقى ورا الاير بينا. طيب قلنا الثلاثه سبلمنتري دول ما هماش روتين، لكن انا بستخدمهم ليه وبستخدمهم امتى؟ بص سيبك من كل الكلام المكتوب ده، عيب العيب الوحيد اللي هتبقى فونتانيل ايه؟ ان هو انتيريور. يبقى كل حاجه انت شاكك ان فيها افكشن للبوستير فوسا لازم تعمل واحد من او واحد او الثلاثه سبلمنتري فيوز او سبلمنتري ويندوز، عشان ممكن حاجه في البوستير فوسا انت بتشتغل من الانتير فونتانيل ما تعرفش تشوفها كويس، فهتلاقي كل الكلام ده ماشي على حاجات في البوستير فوسا. واحد بري تيرم الايدج اقل من 30 ويك ده هاي انسنس سريبيلر هيموريج تبع البوستير فوسا، بعد بري تيرم كومبليت ميدل كورس ويز سيركلاتوري وسيركلاتوري انستابيلتي يبقى شاكك في ايه؟ برين ستيم ليجن، هذا تبع البوستير فوسا.
بيري اند انترا فيتريكولار هيموريدج بلاد ان اوكسيبيتال هورنز كونكيمتال سيريبيلار هيموريدج سسبكت بصير فوس هيموريدج اون ستاندرد. يعني انت عملت بالانتيريور فونتانيل ابروتش وشايفك مش متاكد ان في حاجه في البصير فوس سسبكت بصير فوس ابنورماليتيز فيتريكولار دايليتيشن اوف انون كوز لا الفنتريكلز دايليتد وانت مش شايف حاجه وانت بتعمل ديفيجن من الانتيريور فونتانيل ما ممكن يكون حاجه ضغط على الفورس فنتريكل حاجه فين في البصير فوس. نيجي لحته يمكن يعني لما مديت الموضوع ده قبل كده دي اكتر حته الناس بتكرهني فيها يعني هي الاناتومي. انا كلنا بنكره الاناتومي يعني انا بس يعني انت لو ما عرفتش الاناتومي بتاع الجزء اللي انت بتفحصه عمرك في حياتك ما هتعرف الباثولوجي. يعني لازم تعرف المنظر الطبيعي ايه الاول عشان تعرف الابنورمال بيبقى شكله ايه. طيب بما اننا ان احنا عندنا كذا ويندو فلازم ان كل الاناتومي اللي احنا هنشوفه من كل ويندو مختلف عن التاني فاحنا هنبدا حاجه بالستاندرد اللي هو الانتير فونتانيل. هنعمل في طريقتين ان انت او يعني تو بلينز ان انت تشتغل بيهم الانتير فونتانيل يا اما ساجيتال يا اما كورونال اكوردنج للنوب بتاعه البروب كده انت حاطط النوب يعني البروب ماشي انتروبوسيري يبقى ده ساجيتال. طيب لما انت تكون حاطط البروب كده لما انت عايز تعمل اكزاميشن للبرين كله يبقى انت هتعمل تلت للبروب يمين وشمال في السيجنال يبقى انت هتعمل تلت للبروب ايه يمين وشمال هيبقى عندي كام بلين خمسة بلين رقم ثلاثة ده اللي هو الميد سيجنال بلين وبعدين البارا سيجنال اللي هم 2 و4 واللاترال اللي هم 1 و5 طبيعي طبعا انت واحد هو نفسه 5 و2 هو نفسه 4 لان بس يمين وشمال فاحنا لما نشوف هنشوف 3 و1 و5 زي بعض و2 و4 زي بعض ده الميد ساجيتال برين. لو حد عارف الاناتومي بتاع البرين بصوا يا جماعه انا دايما يعني بتضايق الكلمه يعني ساعات ناس تقول لك عايز الترا ساوند اناتومي اوف ذا برين سي تي اناتومي اوف ذا برين ام ار اناتومي اوف ذا برين هو مش هو نفس البرين يا جماعه انا اخترع فيه ما هو البرين هو هو فهو اي واحد عارف اناتومي للبرين من اي حته جروس اناتومي ايه اللي في الميد ساجيتال برين جروس كلوز جميل هو ده جروس كلوز شكله زي اي حاجه زي شكله باي حاجه تانية اللي هو روس راموس بين وجينوم وبادي وسبلينيوم. طيب ايه اللي فوق الجروس كلوز سينجوليت سالكس ماشي اللي تحت الكوربس كالوزم السيرد فنتري اللي هو في الميد لاين احنا دلوقتي ميد لاين لو نخليها كده اسهل يبقى ده الكوربس كالوزم فوقيه سنجليت سالكس تحتيه السيرد فنتري ايه اللي ورا السيرد فنتري دايما السلامس. طيب احنا هنا تحت ده البوستير فوسا هنا في زي سبيس طبعا يعني من تاني البلازما عارفين ان الحاجات اللي فيها ميه هي السوداء يعني السيرد فنتركل هنا اسود وده اللاترال فنتركل هنا برضه ده الفورس فنتركل يبقى قدامه ايه ووراه ايه؟ قدامه البرين ستيم ووراه السيربيلم احنا في الميد لاين يبقى انا جزء من السيربيلم اللي احنا شايفينه ده الفيرمس واللي قدام ده البرين ستيم بونز ومضله مش مشكله ان احنا نفرق يعني قوي احنا فين مش دي القضيه لو قلت برين ستيم هيمورج كفايه جدا يعني هتلاحظ حاجه انت مش ملاحظ مثلا ان السيربيلر فيرمس ابيض شويه عن بقيه البرين ده نورمال السيربيلم الاوكسجينستي بتاعته هاير عن البرين من بقيه السيربرم من الاول جميل سهل جدا ما فيهوش اي حاجه الباراسيجيتال برين هما قلنا يا اثنين يا اربعه ما ده يمين وده شمال هما نفس القصه انت دايما ابدا بالميه ابدا بالحاجه السوداء ودي هتدلك على كل حاجه ده ايه انت بقيت بعيد عن او بعدت عن الميد لاين شويه فده اللاترال فنتركل هنا قدام وهنا ورا اللاترال فنتركل ريليتد لكل اللوبس بتاعه البرين قدام يبقى فرونتال لوب وراه بشويه يبقى بارايتال لوب ورا خالص اوكسيبيتال لوب في
في تحت هنا، وممكن لو احنا بس مش هتبان هنا، يمكن تبان في بلين تاني او في فيو تاني من ويندو تانية، التمبرال لوب. يعني هنا لو لقيت في نتوق كده من اللاتر بينري يبقى ده التمبرال هورن، وده هو مشاور للتمبرال لوب. يبقى احنا هنا مشينا مع اللاتر فينتريكل، شفنا اللوبس بتاعت البرين، الفرنتال، برايتال، اوكسيبيتال، تمبرال، اللي تحت الاوكسيبيتال السريبيلم، الجزء من السريبيلم اللي لاترال شويه عن الميد لاين اللي هو السريبيلر هيمسفير. دي الكوديت وده السلامس في الحته بتاعت البيزال جانجليا. الحته اللي مش السهم اللي مشاور ده مشاور فين؟ الجزء الجروفي اللي ما بين الكوديت والسلامس، الجزء اللي ما بين الكوديت والسلامس، السهم ده اللي مشاور ده مشاور على حته ما بين الكوديت والسلامس، جيرمال ماتريكس. دي جزء بيبقى الانسنس بتاع الهيموريدج في النيونيت فيري كومن في الجزء ده، يعني او ده المكان اللي بيبدا فيه الهيموريدج. ليه؟ لان الجزء ده الفاسكولارتي فيه بتبقى فيري ويك، الوول بتاعت الكابيلر بتاع فيري ويك، فعاده لما يبدا هيموريدج هيبدا هنا. ومكان اللي بين الريزون بيبقى في مكان فيه جيرمنال ماتريكس، جيرمنال ماتريكس. لو بعدنا كمان عن الميد لاين اللي هو واحد وخمسه، يعني هي مش باراسايت قلنا لاترال بلين او حاجه، برضه احنا قدام هيبقى فيه فرنتال لوب وراه البرايتال لوب والاوكسيبيتال لوب والتمبرال لوب، لوب بتاع البرين عادي. وبعدين هنلاقي هنا حاجه مجموعه من السلكاي يونايتد في حته وطالعه متفرقه مع بعضها. ده سيلفيان فيشر والجريت والبرين بارينكما اللي في الجزء ده هي الانسولا. ايه الاهميه؟ ليه احنا ما قلناش ولا فيشر قبل كده ولا حاجه، وجينا عند سيلفيان فيشر ده واهتمينا بيه؟ لان من ضمن الاكزامينشن انت بتعمل دوبلر اكزامينشن للانتركرينيال ارتريز او فيسلز. السيلفيان فيشر ده هنا بيبقى فيه الميدل سيريبرال ارتريز. ده كان الساجيتال اناتومي ثرو الانتيرو فونتانيل. احنا لسه برضو ثرو الانتيرو فونتانيل هنعمل كورونال. كورونال البروب هيبقى كده، النوب ناحيه اليمين بتاع البيبي وده البروب. يبقى احنا لما نيجي نعمل عشان نجزمن البرين كله نعمل ايه؟ نقابلك انتيريور وبوستيريور. هيبقى عندنا بلينز احنا هم هنا عاملينهم سته بس، يعني احنا ممكن نختصرهم شويه، يعني فروم انتيريور وبوستيريور. طيب ده اول واحد انتيريور، يبقى متوقع ده انهي جزء من البرين؟ الفرنتال لوب. الجزء اللي ما بين الاثنين فرنتال لوبس ده الانتر هيمسفيريك فيشر. ده السكال بون اللي هو الايكوجينيت، الخط الايكوجينيت الابيض. ايه اللي تحت السكال بون قدام؟ الاوربت. طيب لو رجعنا لورا شويه ستيل احنا برضو قدام، فده الفرنتال لوب برضو، وده بان حته صغيره جدا من الميه من اللاترال فينتريكل اللي هي الفرنتال هورن بتاع اللاترال فينتريكل. وبعدين بان هنا في سالكس او فيشر مهم اللي هو السيلفيان فيشر. برضو هنا الجزء ده الجزء بتاع البيزل جانجليا اللي تحت اللاترال فينتريكل اللي هو الكوديت والبيزل جانجليا او بقيه البيزل جانجليا. الكوديت برضو جزء من البيزل جانجليا. وبعدين لقينا السكال بون هنا عامله زي طبق. ايه اللي جوه الطبق ده؟ التمبرال لوب. معايا؟ ده لو دققت هنا ده الفرنتال هورن بتاع اللاترال فينتركل، ده السيلفيان فيشر، ده التمبرال لوب. حتى قبل كده قال لي يعني طب ما ده ليه ما اقولش عليه الاوربت؟ لسبب بسيط جدا، الاوربت كان تحت السكال بون، التمبرال لوب فوق السكال بون. لو رجعنا السكال بون اهي وتحتها الاوربت، لكن هنا ده السكال بون وفوقيها التمبرال لوب.
ستيل ان احنا شايفين الفرونتال هورن بتاع اللاترال فينتريكل، يبقى الجزء اللي ريليتد ليه يبقى الفرونتال لوب. لقينا استراكشر تاني في الميد لاين، ده ايه؟ الثيرد فينتريكل. فوق الثيرد فينتريكل ده ايه؟ الكوربس كالوزم اللي معدي ما بين الناحيتين دي، برضو الكوديت اللي هي ريليتد لاترال فينتريكل، وده برضو التمبرال لوب فوق السكال بون. رجعنا لورا اكتر، ما بقيناش شايفين قوي الفرنتال هورن، وما بقيناش شايفين قوي اللاتر فينتريكل بالمنظر اللي احنا متعودين عليه ان الميه سودا. لقينا حاجه بيضة. لو انا قلت لكم ده اللاتر فينتريكل هتتخانقوا معايا، هتقولوا لي اللاتر فينتريكل ده فيه ميه، الميه سودا، ايه اللي فيه ابيض ده؟ ده الكورويد بلكسس. الكورويد بلكسس ده ستراكشر نورمال، احنا ده تاني ستراكشر نتكلم عليه ان هو نورمالي هايبر ايكويك. هايبر ايكويك يعني ابيض. قلنا السيريبيلم وقلنا ده الكورويد بلكسس. الكورويد بلكسس هنا اهو، ده جوه اللاتر فينتريكل، عشان البيبي ده ما عندوش هيدروكيفالس، ما عندوش فينتريكلوميديالي، يا دوبك الفينتريكلز على قد الكورويد بلكسس، فانت مش شايف ميه، انت شايف الكورويد بلكسس اللي جوه الفينتريكل. ماشي، بعد كده شويه هنمشي، ويمكن حد منكم سمع قبل كده الهيموريج، الانتر فينتريكولار هيموريج بيبان ايه؟ ابيض. طب ما هيقول لي، طب ما طبيعي جدا انا اول ما اشوف المنظر ده هقول له انا عنده انتر فينتريكولار هيموريج، لكن لازم نستخدم مخنا شويه، ما تبقاش اسطمبه، الا لما اشوف حاجه بيضاء تبقى هيموريج. اول حاجه بص كده الناحيتين بايلاترال سيمتريكال، تاني حاجه هوموجينس، تالت حاجه لما هنشوف برضه في البلين اللي بعد كده ان هو مش ديبندنت. الكورد بريكسس ده ستراكشر موجود لازق في اللاترال وود بتاع الفنتركل، لكن البلاد ده حاجه مش ستراكشر، ده حاجه بتقع، حاجه تبقى ديبندنت. فاكر الكميه قليله لسه قبل. ماشي، يبقى احنا تاني معلش احنا استفدنا شويه في النقطه ديت، دول الكورد بيرسس في الاثنين لاترال فينتركل. ده خلاص احنا رجعنا لورا، ما بقاش في فرونتال لوب، بقى بارايتال لوب. هنا في ستراكشر ماشي لتحت، ده دي الاكويدكت. لو رجعنا لورا عشان جزء، هي جزء باين صغير قوي، اهي جزء صغير قوي ده الاكويدكت، انا حاجه رفيعه جدا على فكره وصعب ان عدد ما بتتشافش يعني. وده البرين ستيم، وده جنبيه التمبرال لوب، ده ايه؟ طيب انا مش مشاور عليه، بس ده حاجه معروفه لسه قايلينها من شويه. لا سيلفن فيشر. رجعنا لورا اكتر، بدا يبان البادي بتاع اللاترال فينتريكل. برضو اي حد يقول لي بص هو في هنا جزء منه باين فيه ميه، بس هو لو شفته كله كده كله ابيض ما تتخضش، ده لاترال فينتريكل اللي جواه ده كرويد بلكسس. وبالعكس لما انت تشوف ان الكرويد بلكسس مالي اللاترال فينتريكل ومفيش باين ميه، ده خلاص شور ان مفيش فينتريكلوميديالي. ده التمبرال لوب وده البارايتال لوب، ده البرين ستيم وده بدا يبان السيربيلر هيمسفير، يعني البرين ستيم او يعني بدا خلاص في الرجال العربي بدا الفيرمس، وده السيربيلر هيمسفير. لو دققت هنا هتلاقي ان في زي حدود كده زي تنت ماشي، ده السنتورم سيربيلاي. رجعنا لورا خالص، ده البرايتال لوب وده الاوكسيبيتال لوب وده البرايتال اوكسيبيتال فيشر. واحد برضه هيقول لي ايه الابيجينيستي ديت؟ اصبر بس وانا هقول لك. طيب كده خلصنا الاناتومي ثرو الانتير فونتانيل، هنبدا بالبوستير فونتانيل. بوستير فونتانيل برضه بعمل من خلاله كورونال، بس زي ما قلنا ان احنا بنبقى قريبين قوي للبوستير فوسا، فبنشوف زي بص احسن. فاكر لما انا قلت لك تخيل ان في حاجه عامله زي التنت؟ شوف لما ببص عليها من البوستير فونتانيل بتبقى واضحه ازاي.
يبقى ده التنتوريوم سيريبيلاي، ده اللي في الميد لاين ده السيريبيلار فيرمس، واللي على الجناب السيريبيلار هيمسفيرز، اللي ورا يمكن مش باين قوي دي المضله، دول الاوكسيبتال هولز بتوع اللاترال فنتري. ده مش نورمال كده، ده يعني دايليتد شويه، يبقى اللي ريليتد ليها الاوكسيبتال لوبس. لو عملت منه ساجيتال فيو البوستيريور فرونتال، المنظر ده هتستغربوه شويه، وحد هيقول لي ده صعب ومش باين. احنا بقول لك اهم حاجه في الدنيا هي ايه؟ الميه. حد فاكر رسمه اللاترال فنتري في الاناتومي؟ بيبقى حاجه عامله زي سي شيب كده، وطالع منها بوز لورا اللي هو الاوكسيبتال هورن. السي شيب ده اوله ده الفرنتال هورن، وبعدين ده البادي، وبعدين في هنا التمبرال هورن، وبعدين ده الاوكسيبتال هورن. خلاص اتحلت، فرنتال هورن جنبيه فرنتال لوب، بعدين بادي جنبيه البرايتال لوب، اوكسيبتال هورن داخل في الاوكسيبتال لوب، تمبرال هورن داخل في التمبرال لوب. لو جينا للتمبرال ويندو، مفيش تمبرال كومبانيل، تمبرال ويندو بنحط البروب دايركتلي على السكويمس بارت بتاع التمبرال بور. بنعمل ده ليه ميزه رهيبه مش موجوده في الانتير فولتانيل، ان انت بتعمل اكزل فيو. اكزل فيو الفيو اللي احنا كلنا عارفينه من ايام ما كنا في ابتدائي لما كنا بناخد سي تي وام ار، اللي هو المنظر بتاع البرين العادي اللي احنا كلنا عارفينه، اللي يقول لك الشورت ده الميد برين، وورا ده السيربيلم، وده الانتر هيمسفيريك فيشر. عارفين عارفين المنظر ده؟ والجزء ده ايه بقى؟ الجزء اللي هتلاقي هنا فيه فيسلز كده، ده السيبلو فيلس، وده المنظر الاجزل بتاع البرين. لكن يعني انا عايز بس نقطه نبقى عارفينها، احنا حاطين البروب هنا فين؟ يعني ده الرايت سايد بتاع البيبي، وده الليفت سايد. واحنا حاطين البروب هنا، هنا بنعمل اكزيميشن لاني الناحيه للعكس. بالعكس انت بتحط البروب، يعني انت عايز تعمل اكزيميشن للناحيه الليفت، بتحط البروب رايت، وبعدين تروح حاطط البروب رايت عشان تعمل اكزيميشن للليفت. عشان ايه؟ عشان ليه؟ لان الفيلد هنا ضيق، في جزء كبير من الهيمسفير ده طاير في الفيلد، لكن الهيمسفير ده باين كله. فانا بعمل اكزيميشن للسيريبرال هيمسفير اللي الناحيه الثانيه. بس انا عادي انا احط هنا هنا وهنا، ما انا بعمل فيجن برين كله، بس قصدي اركز في انهي ناحيه، ما اركزش هنا، اركز الناحيه الثانيه. لو ابلكت شويه انفيريور اشوف برضو منظر، شايف المنظر ده حاجه هايبر ايكوت، قلنا هي ايه؟ سيريبيلم. حتى فيها ايه يا جماعه؟ الفوليا، الفوليا ده سيريبيلم. طيب اللي جنب السيريبيلم ايه؟ الاوكسيبيتال لوب، وقدامه التمبرال لوب، وقدام السيريبيلم في الميد لاين ده البرين ستيم. اخر واحد بقى عشان ما تزهقوش مني، الماستويد فيو او الماستويد ويندو، نعمل منه كرونال، بيبقى باين برضه. شوف يعني كل السبلمنتريز ويندوز اللي احنا بنستخدمها ديت مين اللي انديكيتد لايه؟ المصير فوسا. لو تلاحظوا كل اللي باين سيربيلم وسيرت اللوب حاجات باينه كويس، لكن اللي كان بيبان في الانتير فونتانيل اللي هو الفرنتال لوب والبرايتال اكتر. طبعا ده الاستراكشر، ده السيربيلم، ده الفيرمس، ودول السيربيلر هيمسفيرز، وقدامه ده الفورس فينتركل، وقدامه البرين ستيم. سيسترنا ماجنا اللي هي ورا السيريبيلوم. ممكن برضه اعمل منه ترانزفيرس فيو، بس الترانزفيرس فيو بتاعه يعني انا بالنسبه لي مش عاطفي قوي. يعني ده برضه السيريبيلوم، وده الاوكسيبيتال، وده التمبرال. انما اللي هايل ورائع وانا معجب بيه جدا وبحبه يعني ترانزفيرس فيو بتاع التمبرال ويندو، ده بيبقى كانك شايف سي تي يعني كان. طيب كده خلصنا النورمال اناتومي.
طيب في نقطة بس برضه لازم نقولها، احنا بنتعامل مع يونيت، اليونيت ده سنه قد ايه؟ عادة اليونيت ما بيحسبوش سنهم بلحظة الولادة، يعني انت ما تروح محضر كده واسألهم انتوا مسجلين ايه في اليونيت، يقول لك اليونيت ده 6 اسبوع، زي ما دول لسه فيتس. هو اتولد امتى؟ دي مش دي القضية، يعني هو اتولد وهو عنده مثلا 28 اسبوع او 36 اسبوع او كده، فانت اليونيت دول كلهم مش نفس السن، حتى لو هم مولودين النهارده كلهم، كل المحضر ده مولودين النهارده، هم مش نفس السن. فيهم واحد مولود 28 اسبوع، واحد مولود 36، واحد مولود 32. فانت لو شفت المنظر ده والمنظر ده، مين فيهم النورمال؟ انت ايه الفرق بين الاثنين دول؟ في واحد فيه سلكاي وواحد مش باينه خالص مسح. هتقول ان ده برين اديما وفيز، احنا هنشوفها دلوقتي بعد كده، ان من ضمن الساينز بتاع الهايبرسيت اسكيميك انكفالوباسي فيت سلكاي ما بتبقاش باينه. خلاص اول ما تشوف المنظر ده هتقول خلاص يا جماعه ده برين اديما وده هيبص الاسكيميك. لا، اسال الاول البيبي ده قد ايه؟ كام اسبوع؟ لو صغير، لو اقل 28 اسبوع فاقل، ده منظر طبيعي، لان في ماتيوريشن يبدا يظهر السلكاي بعد، هو اتولد قبل ما يحصل له سلكيشن، السلكاي دي تظهر يعني. طيب ناقص بس العلاج بتاع الفيسلز، ده الانتير سيريبرال. احنا عارفين الانتير سيريبرال والبرانشات بتاعته بتلف حوالين الكورنس كالوزم. احسن فيو نشوف فيه الانتيريور سيريبرال ارتري، اولا هو اسمه انتير سيريبرال، يبقى نبص عليه منين؟ من الانتير فونتانيل مثلا؟ لا، من الانتير فونتانيل. ساجيتال ولا كرونال؟ ساجيتال. طيب الميدل سيريبرال ارتري، الميدل سيريبرال ارتري هو موجود يعني، او الحته الجزء اللي احنا عاده بنعمله الديفينيشن ان هو موجود في السيلفيال فيشر. طيب ده ليه طريقتين، يا اما تعمله كورونال من الانتير فونتانيل، يا اما تعمله ترانزفيرس من التمبرال ويندو. كل الاحوال هتجيبه في السيرفر فيشر. طيب ليه احنا بنعمل دوبلر للفيسلز او الانترفرينال فيسلز في النيونيت؟ لازم نعرف ايه النورمال الاول. النورمال دي الويف النورمال، هاي سيستوليك فيلوسيتي والدايستوليك فيلوسيتي لو، لو بس مش ابسنت. لو لا تعني انها ابسنت، لو هي موجوده. طيب مش عارف، اعتقد كلكم عارفين حاجه اسمها ريزيستيف اندكس. نورمال ريزيستيف اندكس في الانتراكرينيال فيسلز في النيونيت اعلى من 0.7، فهنا هو نورمالي 0.812، يبقى ده اعلى من 0.7، ده نورمال. خلينا في ذهننا الصوره دي والرقم ده لحد ما نشوف بعد كده. خلاص بتاع النورمال اناتومي، حته عارف انها بتبقى غلسه وممله، الناس ما بتبقاش فاهمه احنا بنشوف الاناتومي ليه، هتبدا تفهم اهميته لما تشوف الباثولوجي اللي احنا بنشوفه. قلنا اهم انديكيشنز ايه؟ سسبكتد انترفيرين هيمورج وهيبورسيت اسكيميك انكفالوباسي. هنبدا بالهيمورج زي اي حاجه في الدنيا وفي الطب، ليها جريدين. جريد انترفيرين هيمورج في النيونيت جريد 1 اللي هو الجيرمنال ماتريكس هيمورج with no or minimal intraventricular hemorrhage. يعني انت لو لقيت البلاد اللي جوه الفنتريكل اقل من 10% من الفنتريكولار اريا في ايه؟ في بارا ساجيتال فيو، اللي هو الفيو بتاع اللي بتعمله ساجيتال من الانتير فونتانيل بارا ساجيتال، لقيت كميه البلاد اللي جوه الفنتريكل ماليه اقل من 10% من الفنتريكل او مفيش خالص، وفي بس جيرمنال ماتريكس هيمورج، يبقى ده جريد ايه؟ 1. جريد 2 متوقعين يبقى من 10 ل 50% مليان، جريد 3 يبقى اكثر من 50%. سهل يعني جريد 1 بلاد في الجيرمال ماتريكس في او ما فيش في الفنتريكل، بس لو في يبقى اقل من 10%، 2 من 10 ل 50، 3 اكثر من 50. طيب فاكرين السهم اللي احنا كنا اشتغلنا عليه؟ ده اللاترال فنتريكل الفرنتال هول، وده الفرنتال هول بتاع اللاترال فنتريكل. ايه ده؟ حد هيقول لي ده كرويد بريكسس؟ لا، الكرويد بريكسس جوه الفنتريكل مش ضاغط على الفنتريكل من بره. ثانيا ادي واحده هيقول لي ده، طب ما انا ايش عرفني ده ممكن يكون جوه؟ ماشي، يعني هو عنده كرويد بريكسس في ناحيه وناحيه ثانيه لا، يعني لا في هيمورج هنا وفي هنا، عشان بس ما بقاش بحكت عليك يعني، بس هنا قليل جدا. هنا دي لو عدت يعني
سهل جدا انها تعدي ان انت تقول ان في هنا امبريج او لا، لان الوول بتاع الفينرز عاده بيبقوا سلايتلي ايكوجينيك يعني. هنا لو انت عدت عليك مش قضيه كبيره، لكن لو ديت عدت عليك تبقى عيب يعني. يبقى هنا البيبي ده عنده ايه؟ جريد بايلاترال جريد 1 انتراكرينيال هيموريدج. طيب ده باراسايتال فيو. في ستراكشر كده جوه الفنتركل، ده لاتر فنتركل جوه الفنتركل ايكوجينيك. هل ده كرود بريكسس؟ هل ده كرود بريكسس؟ اولا الكرود بريكسس مش موجود في الفرنتال هول. لما جينا نبص على الفنتركل مفيش كرود بريكسس في الفرنتال هول، الكرود بريكسس في البادي بتاع الفنتركل. ده فرنتال هول مليان حاجه ايكوجينيك. صحيح بايلاترال معاك لكن اسيمتريكال هنا شويه وكمان هيتروجينس. اهو حتى هايبر وجواها حته هايبو لو مركزين، وحته هايبو مش هوموجينس، وهنا برضو نفس الحته فيها حته هايبو. لكن وانا مليان الفنتريكل مليان قد ايه؟ اكتر من 50% منه مليان بالبلاد، فده جريد 3 هيموريدج. متعلق ليه؟ اللاتر ما هو نازل لحد تحت اهو. ما هو ده جزء كونتينيوس كله. ثم ان البلاد مع الوقت ما بيبقاش فلويد. يعني ماشي انا ضحكت عليك برضه في حته معلش انت فقستوا يعني. ماشي البلاد ديبندنت. ده في ايه؟ في الاكيوت ستيت. بعد كده بيبدا يتحول بقى الاورجنايزد ومش عارف ايه وبيعمل ادهيجنز وكده زي اي هيماتوما في الجسم. بشويه بشويه بتتحول لحاجه فيها سيبتيشنز وفجأة ما تبقاش ديبندنت. بصي مفيش ساين واحدة في الطب تغني عن كل حاجة. يعني لازم توزني الأمور ما بين بكذا حاجة بكذا طريقة. ما تنشفيش دماغك في ناحية يبقى ده مش ديبندنت يبقى ده كرود بريكسس. يعني ايه يا جماعة ده كرود بريكسس؟ احنا شفنا حالة زي كده في الأماكن اللي احنا شفناه من شويه. شفنا حاله كده الريجلر يعني شويه تخينه وشويه رفعت وشويه رجعت تخنت وشويه هيتروجينس وفيها حتت هيتروجينس. هل في برود بريكسس بالشكل ده؟ تحبوا نرجع لانات ما حد التنين؟ طيب ده بقى يعني البلاد ملى الفنتريكل خالص، ملى الفرنتال هول بتاع اللاتر فنتريكل وطلع بره وده برضه بنسميه جريد 3. برضه حد مش مقتنع ان ده جريد 3 هيمرج، حد رايه ان ده كرود بريكسس او حاجه؟ حد هيلخبط بينه وبين الكرود بريكسس؟ معلش الصوره اللي هنا مش ظريفه قوي دي بصير فص هيمرج يعني، وبصير فص اي بصير فص هيمرج يعتبر جريد 3. لو لقيت اي هيمرج في السيربيلا مع البرين ستيم ده جريد 3 من غير ما تفكر بقى مالي قد ايه ومالي قد ايه، هو جريد 3. طيب هل الانتر سريبرال هيمورج والانتر سريبرال هيمورج هما النوعين الوحيدين اللي يحصلوا مع نيونيت؟ هما الموست كومن، هما الكومن، هما اللي بيحصلوا سبونتينيوس من غير تروما. لكن طبعا احنا في مصر والنيرسز في مصر ساعات بتبقى دماغها ضايعه منها شويه، تيجي تشيل البيبي بعد ما يتولد يروح متزفلط منها واقع على الارض تروح شايلاه وحطها في السرير الثاني مش مشكله. يحصل له ايه؟ سب ديورال هيموريدج. وعلى فكره القصه ديت يعني حصلت كتير جدا يعني بتحصل كتير جدا يعني، وشخصيا انا نفسي اعرف مشكله كتير جدا وفي احسن اماكن في مصر. المهم فده هيموريدج في كوليكشن هنا، ده السكال بون اهو، وفي هنا فلويد كوليكشن ما هواش بيور فلويد اللي هو لازم عشان ده بلاد مش كلير فلويد يعني. دليل ايه؟ بصوا البرين سيرفيس بتاع البرين مزقوق واللاترال فنتريكل الناحيه دي كومبريست وبدا يبقى يحصل فيه شويه شيفت للميد لاين، في حاجه هنا ضغطة على البرين من بره والناحيه الثانيه برضه. بس ليه الضغط من هنا اكتر؟ لان الكميه هنا اكبر بكتير يعني. ليه بيبقى الناحيتين؟ كوب وكاونتر كوب هيخبط كده و... اهي ناحيتين اهي ده البرين خلاص كش مش لاقي حته يروح فيها. طيب
ده المين انديكيشن او واحد من المين انديكيشنز، لان هما الاثنين ايكوالي امبورتنت، الانترفيتوريال هيموريدج والهايبوكسيك اسكيميك انجري. يمكن هما بيهتموا قوي انهم يعرفوا الانترفيتوريال او الانتراكرينال هيموريدج بسرعه، لان ممكن يدخلوا سيرجل ويضطروا يدخلوا سيرجل ويفضوه. بس الهايبوكسيك اسكيميك انكفالوباسي هو ميديكال تريتمنت، هو يعني ما فيش امرجنسي ان انا هدخل اعمل له ايه، يعني احط له اكسجين جوه. ايه الساينز اللي انا ممكن اشوفها في الهايبوكسيك اسكيميك انسر او انكفالوباسي في نيونيت؟ اول حاجه برين سويلنج، برين سويلنج او اديما بتتحول، يبقى الفنتركلز عباره عن ايه، سليت لايت. لكن دي برده ما هياش سبيسيفيك قوي، لان هو اساسا نورمالي ممكن يبقى سليت لايت. تاني حاجه لوس اوف فيجواليزيشن اوف ذا نورمال سالكاي. امتى؟ لما يكون البيبي اكبر من 28 اسبوع. اهم حاجه بقى واللي بتشخص الدنيا، abnormally increased brain parenchymal epigenicity either focal or diffuse. ودي اللي بنعمل عليها grading. الجريد بقى بيقول لك transient periventricular echo density persistent for more than 7 days. ليه بقى more than 7 days؟ ويمكن لما الدكتور سالني ساعات بعد الولاده على طول بنلاقي البيريفنتريكولار وايت ماتر ايكوجينيك شويه. لو فضلت اقل من 7 دايز دي مش هيبقى سيستمك انفيرنس، دي نوع يعني نورمال ابيرنس، بس ما تعديش 7 ايام، ما يقعدش بيها اكتر من 7 ايام. لو اختفت، لو انت شفتها النهارده وجيت بعد يومين بصيت عليها ما لقيتهاش، خلاص انسى الموضوع. لكن لو هي بيرزيستنت اكتر من 7 ايام ديت يبقى جريد 1 هايبوكسيك اسكيميك انسر. جريد 2 بدا يحصل سمول لوكالايزد فرانتو بارايتال سيس، بس فرانتو بارايتال بس مش في كل البرين. جريد 3 اكستنسيف بيريفنتريكولار سيستيك ليجنز، ما بقتش فرانتو بارايتال بس لكن ستيل بيري فنتريكولار. لو سابت بقى بيري فنتريكولار ودخلت بقى في الوايت ماتر السب كورتيكال وكده يبقى ده جريد 4. يبقى احنا بدانا الاول ب جاست بيري فنتريكولار ايكوجينيستي بس قعدت اكتر من 7 ايام. وبعدين انت لو فكرت ايه المنظر ده، انت سيبك من النيونيت، في اي ادلت لما بيحصل له انفاركشن ايه اللي بيحصل بعد الانفاركشن؟ انفيرماليشيا. هو ده اللي بيحصل للنيونيت، اول حاجه بيحصل له انفاركشن تبقى ايكوجينيك. لو زادت شويه هيبدا الانفاركشن دي يحصل فيها انفيرماليشيا، تبدا فيها سيست. هي لو صغيره يبقى سيست صغيره، كل ما تزيد السيست تكبر كل ما وتبقى اكستنسيف اكتر. ماشي، هو ده المنظر بتاع الجريد 1 ايكوجينيستي، بس بشرط ان البيبي ده يكون عدى اسبوع على الولاده وستيل لسه موجوده. ديت برضه ستيل جريد 1 شويه ايكوجينيستي اهي، مفيش اي ستات، محدش شايف اي ستات. وعاده وده اللي بيلخبط يعني، او يعني بنبقى تبقى بايلاترال وسيمتريك، لان الهايبوكسيك اسكيميك انسر ديت حاله سيستميك. الا لو بقى لو واحد قفل له بتحصل. طيب جريد 2، انت لو دققت هنا الايكوجينيستي ديت اولا زادت بقت كتير شويه، ثانيا هل هي كلها ايكوجينيك ولا فيها حتت بقت زي سيستات كده؟ ما تتوقعش سيستات بقى يعني هايدات سيست جوه البرين حاجه بتاع خمسه، لا احنا بنتكلم في نينيت حاجه قد كده يعني. في حاجات بدات تبقى سيست تشينجز، او يعني غريبه ان محدش سالني يعني طب ليه ده مش هيمر. اولا بايلاترال سيمتريك او نيرلي سيمتريك عشان ما بقاش كده. ثانيا انه ملوش ماس افكت، هيمرج بالحجم ده هتلاقي الدنيا كلها متشتته في ناحيه. يعني انت شايف ان البيبي ده عنده حاجات اهي، والفنتريكل مش ضيق، ده بالعكس واسع. ليه واسع؟ عشان الفيرماليشن اكسباكيو دايلاتيشن، واخد راحته بقى عمال يوصل. بدا يبقى فيه سيستم تشينجز، دي جريد 3. جريد 4 بقى ده المنظر الرهيب. السيستم تشينجز دي مش في البيرن تكنر بس، واصله للسب كورتيكال. نيجي
لو انا عملت للعيان ده كالر دوبلر للانترفيرينال فيسلز، ده النورمال اللي احنا قلنا عليه هاي سيستوليك فيلوسيتي لو بس مش ابسنت لو دايستوليك فلو. ده ايه الفرق بقى؟ البيت سيستوليك فيلوسيتي قلت والدايستوليك زادت، والريزستيف اندكس بقت كام؟ 0.565، يعني اقل من 0.7. نعم بقيس ايه؟ هو الجهاز بيحسبها، هي لها ايكويشن انا مش فاكرها. خلاص لازم تقيس ده وتقيس ده، الجهاز راح مطلع لك الريزستيف اندكس قد ايه على بيكسل ستوريك على على بيكسل ستوريك. طيب الانديكيشن الثالث للانتر للتراس كريدر الالتر ساوند اللي هو كونجنتال مالفورميشنز، اهمهم واولهم البنتريكلو ميدالي. انا هاد الفكره؟ لا، البنتريكلو ميدالي لا يعني هيدروكيفلس. هيدروكيفلس ده واحد من اسباب البنتريكلو ميدالي. البنتريكلو ميدالي باي ديفينيشن ان هو البنتريكل وسع كبري عن حجمها الطبيعي. كبرت ليه؟ ده بقى اللي انا قسمها. احنا لسه قايلين هيبص اسكيمات الانفلوباسي ان مفيش اي انكريز انترفيرينال او يعني التنشن بتاع السي اس اف، لكن الفنتريز وسعت، ده في فنتريكو ميدل لكن ما فيهوش هيدروكيفلس. الفنتريكو وسع عشان البرين ماتر اللي حواليه راحت. فمش كل فنتريكو ميدل، مش كل ما اشوف اول ما احط البروب على راس البيبي والاقي الفنتريز كبيره اقول يا ده عنده هيدروكيفلس. لا، عنده فنتريكلو ميدالي. في مقاسات عشان نقدر برضو الموضوع ما هواش سبجكتيف كده، انا اقول لا يجي واحد يقول لك اه ده الفنتريز دي واسعه، الثاني يقول لك لا دي مش واسعه دي حلوه دي كويسه كده، ده يقول لك لا دي ضيقه. كل واحد بقى وعينيه لا، هي ليها مقاسات. طب فين النورمال فاليو اللي انا حاططها؟ مفيش حاجه اسمها نورمال، في تيبلز. احنا قلنا هو البيبي ده سن واحد كده كلهم اسطمبه واحده؟ لا، في تيبلز بقى على حسب سن البيبي ده قد ايه، فتشارت وتشوف بقى وسع ولا ما وسعش. حدث مثلا ايه؟ بوست هيموراجيك هيدروكيفلس، ده سيريال ايمجينج، يعني العيان ده عمال تزيد. البيس هيموراجيك بيبقى بروجريسيف لان هو حصل اديشنز وعمال كل شويه الاديشنز تزود الهيدروكيفلس. ايه بقى الفرق؟ ازاي ان انا لما اشوف البنتريز واسعه اقدر اعرف هل ده جاست فنتريكولار دايلاتيشن ولا ده هيدروكيفلس؟ هيدروكيفلس معناه ان السي اس اف بريشر للربع عالي، ما عدا عشان بس ابقى ساينتفك كويس، حاجه اسمها نورمال بريشر هيدروكيفلس، وده مش قصتنا في اليونيت، ده بيحصل في الادلت في الاولد ايج يعني، مش قصتنا في اليونيت. فخلينا في ان الهيدروكيفلس انكريز بريشر ماشي بالعقل والمنطق كده. لما الفنتريل دي تكون وسعت نتيجه لان البريشر جواها زاد، عامله زي بالونه انت بتنفخها، لو فيها ثانيه او فيها حاجه بتتفرق بتبص لبره اهو، الاوتر بوردر بتاع الفنتريل بيبقى كونفكس، البريشر جواها عاليه هيفرقع، لكن ده مش كونفكس، ده جاست فنتريكولار دايلاتيشن. الاوتر بوردر بتاعه ستيل واخد الشيب، هو وسع لكن ستيل ان هو الشيب بتاعه هو ريسبكتنج، مفيش بريشر جامد عشان يضيع الشيب ده يعني. ده عيان عنده هيدروكيفلس او فنتريكولار ميدالي وفي شنط جواه، بس ده هيدروكيفلس طبعا يعني بتاع كونفكس، حتى البنت الثانيه شكله بالون دي يعني، دي شنط التيب بتاعت البيبي شنط. انواع كده معينه من الهيدروكيفلس او يعني بتحصل مع سندرومات، من اهمها واشهرها اللي هو الكياري 2 مال فورميشن. طيب ازاي ان انا لو شفت الفنتريل دايليتد اسسبكت ان العيان ده كياري 2 مال فورميشن؟ ايه رايكم في شكل الفنتريل ده؟ ده له بالجن بتاع الهيدروكيفلس العادي ولا هو واخد الشيب بتاعه حاجه؟ بيقولوا عليها سكويرنج، عامل زي المربع. وفرنتال هورنز وبلاترال فنتريلز ده بيبقى بيحصل مع الكياري 2 مال فورميشن. ولو حاولت اكزامينشن بصير فصه الاقيها فيري سمول، بصير فصه يعني الدنيا صغيره جدا. لو عملت له دوبلر للارض بتاعته ايه بقى ده؟ ابسنت دايستوريك فلو. باللوجيك
ليه ابسنت دايستوليك فلو؟ البريشر جوه البرين جوه الكرينال كافيتي بقى هاي، ما يقدرش الدم ما بقاش قادر يدخل في الفيسلز ديورنج الدايستول، اللي هو البريشر في جوه البلاد فيسلز قليل في الدايستول، الدم مش قادر يمشي. من ضمن برضو البروجيكت انوميز اللي موجوده اللي هي الكوربس كالوزم اجينيسيس، نعرفه ازاي؟ بصوا دول الفرنتال هورز بتوع اللاترال فينتيز، ده المفروض هنا مكان الكوربس كالوزم. شايفين السالكس ده او الانتر سوري انتر هيميسفيريك فيشر واصل لحد فين؟ واصل لحد تحت. لو جينا في الساجيتال ده برضو ده الفنتركل، البادي بتاع اللاترال فينتركل السالكاي واصله لحد عنده، مفيش حاجه فوقيه. في من ضمن الباسكولار مالفورميشن واشهرهم اللي بيحصل في الايدج ده اللي هو انوريزمال دايليتيشن اوف فينوف جالين. انت هتحط البروب على راس البيبي تلاقي حاجه سيست كبيره، تقول له يا جماعه العيان ده عنده سيست جوه دماغه، سبوز كان هيداتد ولا لا. افتح عليه كلر، بص قصه ان انت لما تلاقي سيستك ستراكشر لازم قبل ما تقول ده سيست تفتح عليه كلر. ديت مش في اليونيتس بس، مش في الترانسكرينيال بس، دي في الطب ككل. لانها كاتاستروفيك كاتاستروفيك صدقوني، في يعني مقاسي كتير ممكن تحصل. ممكن واحد مثلا يحط بروب على البوبليتي الفرصه بتاعت عيان جاي لاي سبب، ركبته بتوجعه اي حاجه، يقول لك ده عنده بوبليتي سيست بيتر سيست، يلا يا جماعه هاتوا ابره ونبذلها. يحط الابره يلاقي شلال بلاد طالع، ده مثلا انيوريزم بتاع بوبليتي الارض، وهو كسل بس ان هو يفتح الكلر ويشوف ان هو انيوريزم. انتركرينال انفكشن، محدش سالني خالص ان احنا ليه هنستخدم البروب اللينير امتى، يعني بعد ما نمشي مش احنا قلنا ان هو ليه استخدامات البروب اللينير؟ لما بقى عاوز اعمل اكزامينيشن لحاجه فيري سوبرفيشال في البرين بتاع البيبي، ايه بقى الفيري سوبرفيشال؟ اللي هو السي الاكسترا ايديال سي اس اف، السي اس اف اللي بره دي البرين سالساي وديراي، ده البرين برينتو، ده السي اس اف اللي بره. ايه بقى المنظر ده؟ السي اس اف ده تربت. ايه بقى السبب ان تربت؟ هو سببين اللي يعملوا تربت سي اس اف، يا هيموريدج يا انفكشن. نعم خمسة اسمار. هو في وفي في في كونتراست في السمار بس لسه مش موجوده في مصر. ايه بقى اللي بيحصل بعد؟ يعني انا خلاص بيبي شخص ان هو من انجايتس، بعته لي اعمل له التر ساوند، اعمل له التر ساوند ايه يا جماعه ما تشخصتوه يعني انتوا عايزين ايه؟ في سيكريتيف من انجايتس، ايه اللي بيحصل؟ المنجايتس زي ما بتعمل انفلاميشن في البرين برينكما بتعمل انفلاميشن في الفيسلز، فاسكولايتس، فاسكولايتس يقفل يقفل انفارشن. انفارشن عندنا بيحصل ايه؟ بيحصل حاجات هايبر ايكويك، يعني انفارشن في الهايبورسيك ايسكيميك انفلوباسي حتت بيبدا الاول هايبر ايكويك، فهيبقى تلاقي حتت هايبر ايكويك. بس عيب بقى السيكل اوف مننجايتس عن الهايبورسيك ايسكيميك انفلوباسي ان الهايبورسيك ايسكيميك انفلوباسي حاجه سيستميك، حاجه ديفيوز على البرين كله، هتلاقي حاجات بايلاترال سميتر، لكن ده هتلاقي بطشه كده هايبر ايكويك بس مش بايلاترال سميتر، ومش في المكان بيري فنتريكولار، على حسب المنجلس كان فين وقفل الفيسل فين. واحد هيقول لي ما ده هيمورج يا جماعه، ليه مش هيمورج؟ الفنتر اللي جنبيه ده اوسع من الناحيه الثانيه، يعني لو ده هيمورج على الاقل هيبقى ليه شويه ماس افكت كده، يبعت له شويه بريشر كده بسيط يضغط عليه يعني. طيب تاني حاجه ممكن تحصل مع المنجايتس هي بقى سيكرلي للانفارشن، بعد الانفارشن يحصل ليكوفاكشن، يبدا تلاقي حتت هايبو زي سيست تشيرز اللي احنا كنا بنقول عليها، وبعدين يحصل حاله اسمها لو اكستنسيف بقى المنجايتس فيري سيفير، يحصل حاله اسمها كورتيال نيكروزيس، فتلاقي الجيراي كده سيكند وايكوجينيك، ده كورتيال نيكروزيس. فجاه لو حد بيبص عليه في ام ار يعني ده بيبان هايبر ايكوت هايبر انتنس سوري في التي 1. طيب لقينا حاجه زي سيست كده او ليجن موجود في البرين والفلويد اللي جواه تربت ابسس، لقينا السي اس اف اللي جوه الفنتريكلز تربت والوول بتاع
البدل نفسه ايكوجينيك. ما يعني ما تحرجنيش وتقول لي ما هو نورمال ان هو ايكوجينيك شويه، يعني ماشي، بس يعني مش نورمال ان هو اللي جواه تربت، وده يعني مشيها ان هو اكسجينستي اعلى شويه من النورمال، يبقى ده ايه؟ فنتركولايتس او هيموريد. بس الهيموريد عاده مش هتلاقي ده بس، انت هتلاقي البلاد اللي هو بقى اورجنايزد او كده موجود، وبقيه السي اس اف تربت. لكن لما تلاقي السي اس اف لوحده كده تربت، يبقى ده انفكشن. لو بصينا كده ودققنا النظر في فصاي هايبر ايكويك، ده بتحصل مع الايه؟ مع الستورج تيومرز، ده كرونال، ده في هيدروكيفالس، في هنا ماس ليجن، دي ده المنطقه دي السوبرا سيلر، وده السي تي بتاعها، ده سوبرا سيلر استروسايتوما، وممكن تحصل في النيونيتس يعني. كورويد بريكسس بابلوما، هنكلك على الموضوع، هندخل في ديفرنشال ثالث، لان كورويد بريكسس اسيمتري. احنا قلنا ان الكورويد بريكسس الايكوجينيك ده لو بايلاتر سيمتري زي بعض وشكله هوموجينس ومفيهوش حاجه، ده كورويد بريكسس نورمال. لو قلنا لقينا حاجه هيتروجينس وديبندنت، ماشي على القدر ديبندنت وهيتروجينس، ده هيموريدج. طيب حاجه في نفس مكان الكورويد بريكسس، بس حاجه بقت يعني الكورويد بريكسس متوحش يعني كبير قوي، ما هياش ديبندنت، بقيه الفنتريلز ما فيهاش هيموريدج وفيها هيدروكيفلس، العين هيدروكيفلس، يبقى ده ايه؟ ولو فتحت، بص هي مش موجوده هنا بسهوله، لو فتحت الكالر دوبلر هتلاقي فيسلز بالعبيط، يبقى ده ايه؟ كورويد بريكسس بابلوما. ليه فيها هيدروكيفلس؟ انكريت برودكشن. خلاص احنا خلصنا، تحبوا بروكيز ولا نعديها؟ Identify the window and plane of this image. لكن في الدليل window make such the plane. Identify the arrow anatomical structures. او لو حد قال السيربلر هيمسفير ماشي يعني الاستراكشر ده، ودي كرود بريكسس في اللاترال فينتري. Which represents the normal cerebral artery flow wave pattern in neonates. ده مش فول دايجنوز. جريد كام؟ 1؟ لا 1 اقل من 10% من الفيلد. ده الفيلد اقل من 10% فيه؟ لا 3؟ ده اكتر يعني، اكتر 50% من الفانتا 1 ده بقى مليان من البلاط. Four.